سؤال واضح، لماذا هذا التشاكس على فترة انتقالية؟ هناك ثلاثة معطيات أو أسباب. المعطى الأول، في مجموعات من الناس عندها فهم خاطئ لمعنى الثورة ومعنى الانتقال، وبالتالي هذه المجموعات تفتكر أنه ممكن تصفي حسابه كله بضربة واحدة. في مجموعات من الجانب الآخر، وأنا أعني المؤتمر الوطني، المجلس العسكري والمؤتمر الوطني وكتائب الظل والحركة الإسلامية وكل من ارتبط بهذا النظام فكريا أو عمليا، هؤلاء يظلوا يحلموا من حقهم أن يسترجعوا أمبراطوريتهم الأقصون منها، وكل هؤلاء الناس يشوشروا للموقف دون ولا يتمنوا أن تنجح الثورة. ولكن هذه ثورة شعب، ثورة مفاهيم، ثورة قيم، وبالتالي يجب أن تنظر لهذا الشعب. يعني السيد حميدتي كمثال يعمل حشد، مع احترامنا لهم زعماء القبائل والصوفية، الإدارات الأهلية والإدارات الأهلية، ويوم من الأيام في ميدان الاعتصام كان في 5 مليون سوداني. يا مجلس عسكري، خطابكم في تلفزيون السودان مسيء لكل سوداني. ما تفتكروا أنه أنتم تتكلموا عن الشباب اللي هنا، لأنه دي أولادنا وأحفادنا وأخواننا وخيلاننا إلى آخره، أخواتنا. لما تسيئوا لهؤلاء الناس أنتم تسيئوا للشعب السوداني. هل مدركين لهذه النقطة؟ أنا شخصيا استئت من المؤتمر الصحفي الظهر فوقه السيد كباشي والسيد ياسر العطا بعنجهية مبالغ فيها. أنت بتهددني أنا كمواطن، توريني أنه أنت أقوى مني وتتكلم بعنجهية معي؟ أنا صاحب الشأن، أنا دافع الضرائب، أنا المواطن الحر في البلد، أنا ناضلت ضد الدكتاتورية 30 سنة. ولا يمكن للشعب السوداني أن يشيل نظام عسكري عشان يجيب نظام عسكري آخر. التكتيكات واضحة، الأثر الإقليمي واضح شديد الوضوح، مش الناس اللي عندهم خبرة. والله تسأل المواطن العادي، وقلت لك قبيل إذا الظروف تسمح كنت حأحكي لك نادرة صغيرة توريك أنه مواطن غير متعلم. كيف حلل الشغلة كلها؟ تفضل. لكنه هو يمتلك الوعي السياسي. إذا ما دار تراعوا الوطن راعوا مشاعرنا يا أخي. نحن مواطنين في البلد دي وأصحاب حق، وأكاد أقول أنا واحد من القوميات العايشة في السودان، من أقدم القوميات بعد أخواننا في شمال السودان، النوبة والمحس، اللي هم قاعدين في المنطقة من فترة أطول منا. لكن نحن أهل شرق السودان والبجا عمرنا في أقل تقدير 3000 سنة، وفي أقصى تدريس 6000 سنة. ما تعلمون وطننا نعيش فوقه كيف؟ ولا دار نطلع منه ولا نهرب عبر البحر الأبيض المتوسط عشان أولادنا يغرقوا في فرجاء. طيب. النقطة دي نقطة مهمة يا أخواننا، ونحن ناس قلبنا حار بالمناسبة. ما تشوفوا كده؟ قبل كده طلعنا بالسلاح لأنه الرئيس المباد قال جبناها بالقوة والدائرة بالقوة. والله رغم أنه أنا متابع السياسة من 64، كل الوقت ده ما فكرت في عمل عسكري. كلمة المباد في أنه جبناها بالسلاح هي طلعتني بالسلاح. ما في ذول أرجل من ذول في البلد يا أخوانا، راعوا الحاجات السودانية الخفيفة التحدي.